Problem 4, first exam July 2022, where the figure shows two vectors B and C, along with their magnitudes and directions, موجودين على الرسم. The vector D is given by, ومديني equation D equals B plus C. مفيش 2B, مفيش 4C, مفيش minus بينهم, just B plus C. We'll find the magnitude of vector D. What angle does vector D make with the positive x-axis. سؤال systematic, طريقة مباشرة مثل الشرح اللي في الفيديو الأول تماما. عندنا B يبقى فيه BX و BY, عندنا C يبقى فيه CX و CY, مجموعهم في D يبقى DX equals BX plus CX والDY equals BY plus CY. نجيب الماجنتيود, equals DX square plus DY square, ونحط الابسولوت عشان ده ماجنتيود. نجيب الثيتا حسب الربع الخاص بيها, نبدأ نحسب. البي اكس موجود في الثيرد كوادرانت يبقى نيجاتيف ونيجاتيف, ونكتب 5.6 في الحالتين. الزاوية معروفة مع محور الإكس, أيوة معروفة مع محور الإكس, يبقى كوساين 33 مع الإكس وساين مع الواي. السي موجود في الفورث كوادرانت يبقى بوزيتيف مع إني ملهاش لازمة, ونيجاتيف لكن بحطها عشان أذكركم. 4.8 للتو كومبوننتس. الزاوية معروفة مع محور الواي يبقى الكوساين مع الواي والساين مع الاكس. نحسب بالآلة يطلع نيجاتيف 4.7 متر, لان عندنا الاطوال بالمتر على الرسم. البي واي نيجاتيف 3.05 متر. السي اكس 1.8 متر. السي واي نيجاتيف 4.45 متر. نجمع بي اكس بلس سي اكس بالآلة دينا 2.9 متر. نفس الشيء الدي واي نجمع بالإشارات يديني ماينس 7.5 متر. ممكن تعمل underlining لو انت متأكد من الإجابات, لو مش متأكد خلي الدنيا ضايعة, الدكتور يجري وراك ما يعرفش يحصل يمكن يديك درجة. طيب الجذر التربيعي للدي اكس تربيع 2.9 سكوير بلس نيجاتيف 7.5 سكوير, الإشارة تتربع بتروح, جيب الجذر التربيعي ادينا 8 متر. ده الماجنتيود. الزاوية نرسم التو كومبوننتس على الجراف. 2.9 هنا في نيجاتيف ستها, يبقى نيجاتيف ونيجاتيف, نيجاتيف 2.9 مع نيجاتيف 7.5, ده دي اكس لان بالنيجاتيف دي واي, ووصل واكتب الدي. في الربع الثالث الزاوية 180 بلس شوية دول, إن طالب مع البوزيتيف اكس اكسس. لو طلب مع النيجاتيف اكس اكسس كنا جبنا الزاويه دي فقط, لكن مع البوزيتيف اكس اكسس نجمع عليها 180. يبقى 180 بلس تان انفيرس الدي واي اللي هي 7.5 تقسيم الدي اكس اللي هي 2.9. ما تحطش اشارات, مفيش داعي, حطها الابسولوت هتشيلها,
ده يساوي 249 ديجري. تأكد من اللي جنبك بلمحة عين كده، هل لو الزاوية صح يبقى الماجنتيود صح.